اتجوزت دينا بعد قصة حب عشنا فيها سنين طويلة، بس قصص الحب لما يمر عليها الزمن بتتحول لذكرى، ومع الوقت لقيت نفسي بشتاق لأيام زمان. حاولت أرجعها بأي طريقة وحاولت أفكر دينا بيها، لكن مش كل حاجة راحت بترجع. حياتنا تحولت لروتين حافظينه وبنكرره كل يوم، لحد ما في يوم ظهرت في حياتي نجمة. نجمة اسمها نوال صدقي. نوال كانت بتعمل دور دكتورة وكانت محتاجة مستشفى تصور فيها، بس مش أي مستشفى، كان لازم حاجة تليق بالنجمة نوال صدقي. وفي مصر مفيش أشهر ولا أفخم من مستشفى الدكتور مروان سالم، وده اللي خلاها تجيلي. بس واحدة واحدة العلاقة اتطورت، والكلام اللي كان في الأول عن الشغل بدأ يفتح في سكك تانية، ومع الوقت اللي مستنيه حصل، وقصة الحب بدأت. ليه لا؟ اتنين ناجحين مشهورين ولايقين على بعض، والأهم حبوا بعض، حبوا بعض فوق ما أي حد يقدر يتخيل، حتى إحنا. كانت الخطوة الطبيعية اللي بعد كده إننا نتفق على الجواز، وبعد تفكير طويل وتأنيب ضمير أطول حددنا ميعاد الفرح. ما كنتش أعرف ساعتها دينا ممكن تعمل إيه، ولا كنت أتخيل إن رد فعلها هيوصل للدرجة دي. ليلتها أهم ناس في البلد كانوا موجودين، الكل كان حاضر والكل كان واقف مستنينا، وأنا كنت مستني نوال. في الأول لما تأخرت قلت أكيد بتجهز وهتنزل، بس لما فاتت ساعة ورا التانية بدأت أقلق، والقلق اتحول لخوف. ليلتها طلعت وخبطت عليها لكن ما فتحتش ولا ردت عليا. لقيت دينا قدامي والسكينة في ايديها والدم مغطيها، دم نوال اللي ما استحملتش الضربة. ماتت، بس حبها معايا هيعيش للأبد.